إذا سمحتوا، حنا عارفين بأنه هذا الموضوع كيهمكم وكيهم أي أسرة مغربية، وكنشكركم مرة أخرى على اختياركم ديال هذا الموضوع وعلى التفاعل ديالكم يعني على هذا الموضوع. وأنا يعني قلت بأنه هذه بعض الأسابيع فاش دزت يعني في مجلس النواب أنها الأزمات اللي كنعيشوها هي أزمات غير مسبوقة، واللي كيعيشها العالم هي غير مسبوقة، وغلاء الأسعار للمواد الأولية يعني كتخليك أنك خصك ولا بد دير اختيار. ولكن رغم الانفلاسيون اللي كاينة واللي هي بالمناسبة أقل من الانفلاسيون اللي كاينة في الكونتور ديال الميديتيراني اللي كله ولا واحد العدد ديال الدول، الغلاء ديال المواد الطاقية، الغلاء ديال لوبلي، الغلاء ديال الغاز، الغلاء ديال واحد العدد ديال المسائل، الدولة رغم كل شيء هذا الشيء حاولت أولا تنقص الضغط على ما يمكن لهذيك السيدة اللي في الدار ديالها واللي كطياب واللي خصها تشري الطحين وتشري هذا بالإمكانيات اللي كاينين، ولكن كذلك خلينا البرامج يعني الاجتماعية ديال الدولة الاجتماعية اللي عاملين من الأولويات. راه شوف احنا كمسؤولين واقعيين، وحنا من احسن حاجه المسؤول السياسي هي يجي ويقول لك شتي دابا عندنا واحد الازمه كبيره وما عندناش الامكانيات، ولكن شتي هادشي راه الفلطه ديال هذاك وديال هذاك وهذاك وهذاك وهذا، ونشغل الناس هكا كيفاش عاملين وما نديرش البرامج ديالي، وبليت سالي ربع سنين ونقول الغالب الله راكم شتوا الازمه اللي كنت فيها، ما قدرتش نخدم، ما كانوش عندي الامكانيات باش نخدم. فهذا ماشي هذا هو البرنامج ديال هذه الحكومه ولا ديال الرجالات ونساء ديال هذه الحكومه. هذه الحكومه ديال المعقول، اللي كتكون كاين الغلا كنقولوا كاين الغلا، اللي كنقولوا خصنا نقصوا على المواطن من هنا كنقولوا نقصوا من المواطن، اللي كنبغيو نمشيو للترونسبور كنمشيو للبلاصه اللي خصنا نمشيو، اللي كنبغيو نقصوا على الغاز كنقولوا اش غادي نديروا، بلي حاجه اخرى ما كنقدروش عليها لان كنعرفوا غادي تجيبنا يعني غادي توقف يعني الحركه ديال الاستثمار وهذا. فالحمد لله انه بلاد ما نقصت شيء من الاستثمار ديالها ديال يعني الببليك من اللي كاين في البيدجي، ما عاودناش رجعنا باش نقصوا من الاستثمار، بالعكس حنا زايدين في الاستثمارات ديال القطاعات الاجتماعيه. الان هذا الشهر تكلمنا ولا بعد قبل اقل من شهر تكلمنا على الصحه وعطينا بان كاينه رؤيه واضحه، قبل منها تكلمنا على الشغل وعلى الاستثمار وقلنا بان كاينه رؤيه واضحه، اليوم كنتكلموا على التعليم وكنقولوا بان كاينه رؤيه واضحه، واللي جاي قريب ان شاء الله غادي يبين هذه الرؤيه بصفه كبيره لانه غادي يعطيها يعني واحد ليلون ان شاء الله باش تمشي. وغادي وهذا الشيء راه قليل انه كان كيدا في السنة الثالثة ولا الرابعة قبل ما تمشي الحكومة، وعاد واش عندك الوقت تطبق ولا ما تطبقش، حنا في الأول ديال الحكومة وغادي نخرجوا هذا الشيء للوجود، وديك الساعة إذا ما نجحناش يعني في التنزيل ديالو المسؤولية ديالنا، وما نقلبوش على 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 شي مسؤول فونتوم ونقولوا هذا راه مسؤول ولا هذا، غادي نقولوا بأنه ما توفقناش، ولكن غادي نتوفقوا لأنه عندنا رجالات ونساء داخل هذه الحكومة اللي هما يعني في المستوى واللي عندهم واحد لافونونتي باش 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 يزيدوا باش يزيدوا الأمام. إذا فقط أنه في ظروف عالمية صعبة، في ظروف اقتصادية صعبة، المغرب قابض الطريق ديالو في السكه الحمد لله، غادي في الاستثمارات ديالو وما غاديش نضيعوا الوقت، لانه كان بدي انه في هذا الشيء كله اللي كنجيو نتكلموا على حاجه اخرى اليوم، وما نتكلموا لا على الصحه ولا على ايديوكاسيون، لان بلي كتكلم على الصحه سافو دير من بعد خاصها المويان ديالها، بلي تكلم على ليديوكاسيون خاصها لي مويان ديالها، بلي تكلم على الشغل والاستثمار خاصو لي مويان ديالو. ولكن قلنا ايه هذا سي ان شوا، لان هذا الشيء اللي خصنا نخليه للمغاربه، والمغاربه الازمه غادي تشوفوا قريب تبدا تمشي ان شاء الله، غادي تبدا تمشي ما غاديش تبقى يعني طول السنين، ولكن من بعد خصك تقول للمغاربه اش خليتي لهم، واش خليتي لهم غير الكلام على الازمه ولا كاين واحد العمل اللي هو ايجابي. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.